ضاف عاوتاني سي محمد ان في هذيك الفتره ديال الجيش غيبقى المصير ديال فرقتك ديال الوداد بين يديكم عاوتاني بطوله ديال 2006 لا حول ولا قوه الا بالله. عاودنا على ذاك الماتش الراجع مع لي فار الوداد هنا في الدار البيضاء خصهم يربحوا الفتح وتسناوكم نتوما تربحوا الرجاء كيفاش داز الاجواء ديال واش كانت التحفيزات من الوداد باش نكونوا واضحين هادشي كاين في الكره انا نعاود لك القصه ثانيه يعني كانت هاد القصه دارت في الكواليس مثلا مع الدراري صحابي اللي ولكن ما عمرني خرجت بها الاعلام ولا في شي تصريح كان بالضبط لعبنا حنايا قبل من المقابله طنجة لعبنا مع وداد فاس كان المدرب العامري هو اللي كان المدرب ديال الجيش الملكي ومشينا وخسرنا مع وداد فاس اللي كانوا تيتصارعوا باش ما ينزلوش باش يبقاو تحيه للناس ديال وداد فاس لان دربتهم بكل صراحه الناس اللي بصراحه يعني واحد جوج المواسم دوزت معاهم ما يتنساوش ليا انا كمدرب والله العظيم شهاده ديال الحق لا في المسؤولين ديالهم ولا في الجماهير ديالهم كنت دوزت هذه يعني هذا قوس فتحناه لعبنا مقابله في المستوى ولكن خسرنا جينا انا جاي في الطريق والله العظيم اتصل بيا ولد اكرم حافظ حافظ قال لي السلام عليكم قلت له السلام قال لي مديح بغينا الماتش ديال الرجاء زعماك باش تربحوا لنا وداك الشيء قلت لي انا شوف حنا غنلعبوا باش نربحوا زعما سير كون هاني وداك الشيء هو اتصل بواحد السيد قال لي بان راه مديحي بحال ما دواش معايا زعماك ما عجباتوش هضرتي انا سامر ما نقدرش نبدا ندوي معاه شحال غتعطينا ولا انا شو حنا غندخل باش ما نكذبش عليك عاود اتصل بيا داك السيد لا داعي لديك الاسم ديالو لانه هو اتصل بيا قال لي مالك معاك والله اخويا ما زعماك الا دويت معاه بهاكا سير والله سيدي تندخلوا باش نربحوا من بعد قال لي لا ما راه باغي يديروا قلت لي انا ما غندخلش في هذا الشيء ديال لي بريم لان انت غتقول لي بريم انا غنقولوا للدراري ديال الجيش غنطيح فهمتيني خايف قال لي لا كاينه فامي دايرين معاكم 20,000 درهم وبحكم انتوما يا كتحفيز اللعابه ديال لوي كتحفيز باش تربح الماتش هذا شو شيء عادي هذا سامي ملي تتلعب باش تربح تتربح وسيرتو راه مصير ديال شامبيون مصير ديال شامبيون وانتوما خصكم تربحوا ماشي تعادلوا خصكم والوداد خصها تربح وتسنى الرجاء تخسر مع ليفا الرجاء خصها تربح تدي الشامبيون الرجاء خصها تعادل مع ليفا تعادل تربح عندها دو شوا الوداد عنده تربح وتسنى تسنى الرجاء تخسر تماما وعرفتي هذاك النهار قبل من نوصلوا للماتش يعني كثر القيل والقال وهذاك الشيء المهم انا قلت لهم شوفوا الدراري الناس السيد عيط لي قال لي تربحوا يعطيكم فامين لا اقل ولا اكثر قال لك صافي احنا عارفين خدمتنا دخلنا الماتش صراحة يعني التيران عامر واحد الاجواء خياليه وشوف دخلنا لعبنا كان ودوش هو اللي سجل ودوش دخلنا فزنا بمقابلة يعني حنا حسينا ذاك الوقت بأن الرجاء لاعبين مضغوطين كانت عليهم لابريسيون فهمتيني وسيرتو يعني ملي تسمع الوداد رابحة وما ذاك النار بصراحة كما تنقولوا في كورة ما كنا حنا مزيانين بزاف شوف الفرق كان النقاش تبارك الله كان مزيان وفي التيران ودوش كان المناصري كانوا دراري مزيانين فزنا بالمقابلة يعني
واخا كان اجواء اللي في الاخر شويه بعض اللاعبين ديالها سميتو ما بغيتش نذكر هذا الشيء، ولكن يعني هذوك هما المقابلات اللي ما يتنساوش لينا تاعهم صراحه. خديتو بعدا الفلوس ديالكم بريم ديالكم خديتو ديال التحفيز ترى دخلنا الالتقاء، دخلنا الفيستير، قال لي كل شيء بادي كيسوق. قال لي بادي شنو بالك؟ قلت له انا عيطت للسيد اخويا ونقول لكم، عيطت بالفعل عيطت للسيد، قال لي غدا يجيو الباراديز ياخذوا ذاكرة الدوكن ديالهم. ما جاوش الدراري كلهم تقريبا، بحال دابا كاين مثلا نعطي اكزومبل، مثلا جا ودو شد ثلاثة ولا أربعة، ولكن شهادة بالله يعني كل شيء خدا رفقه، كل شيء خدا. وكان تبريم من عند الناس ديال لي فار، كان بريم. عمر كانت شوف عمر كانت عاديه، هادشي كاين في العالم كله ديال اللي بريم ديال تماما التحفيز، ما كاينش لاش الناس ديك الساعه تقلق ولا شي حاجه، هادشي كاين تماما اللعيب عادي عادي جدا. هذا هو العيب.